اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن قله الضمير. واحد صاحبي اتصل بيا امبارح وقال لي تعالى انا في قدام بيتي كلب صغير انا مش عارف اتصرف فيه ازاي. طبعا هو مش بيحب يربي كلاب اساسا، مش غاوي تربيه الكلاب. وقال لي لو في عندك اي حد ياخد الكلب ده تعالى شوفه، هو شكله مش بلدي، تعالى اتفرج عليه ولو عجبك شوف اي حد ياخد الكلب ده يربيه عنده. رحت بالفعل علشان اشوف الكلب ده واشوف هو نوع ايه وشكله ايه والدنيا معاه ماشيه ازاي. اروح اتفاجئ ان الكلب هو صغير وبلدي ومصاب بالصعقه، واللي رماه انسان ما عندوش اي ضمير خالص، لان هو رميه في الشارع في مواجهه اي طفل ممكن يعدي في الشارع يروح يشوف ان الكلب صغير فيحاول ان هو يطبطب عليه، يقوم الكلب يعضه يأذيه يموته. طب انت ليه عملت حاجه زي كده او فكرت ليه ان انت ترمي كلب طالما انت شايف ان هو اتصاب بمرض وخفت من الكلب ده ان هو يأذي حد عندك في البيت او يأذيك انت شخصيا، فاضطريت ان انت ترميه علشان يأذي الناس بره؟ طب ليه انت فكرت في حاجه زي كده؟ ما فكرتش ليه ان انت يبقى عندك ضمير وبدل ما ترميه في الشارع انت موته وانت مش هتخسر حاجه، اما هتموته مش هيبقى حرام ابدا خالص، لان هو طبعا الكلب اساسا هيعض اي حد وهيبقى مصدر اذى، فمش حرام ان انت تموت حاجه زي دي طالما هي هتضر الناس، مش عيب خالص ان انت تعمل حاجه زي كده. لكن العيب ان انت تاخد الضرر وتديه لغيرك ان هو يتاذى بيه وتسيبه في الشارع لأي حد يعدي رايح جاي، ممكن الكلب يعضه في أي لحظة لو هو كان طلع من المكان اللي هو كان سايبه فيه. تعالوا نشوف شكل الكلب ده كان عامل ازاي. هو كان صغير وضعيف، لكن الخطر في كده ان كان ممكن أي طفل يروح يطبطب عليه على أساس ان هو كلب عادي وأليف. تعالوا نشوف شكله. زي ما احنا شايفين كده انا جيت شفت الكلب ولقيت حالته زي ما احنا شايفينها كده، باين فيه تعب خالص، وبعدين لقيت جسمه نحيف قوي، فقررت ان انا اجيب له شويه ميه وحبه اكل واديهم له. فجبت الميه الطبق الصغير الالومنيا اللي قدامه ده وحاولت ان انا اقرب له الميه شويه. مجرد ما لمسته بدا يحاول ان هو يعض. زي ما احنا شايفين كده انا مش بزقه خالص بالعصايه، ده انا بالعكس بقربها منه بس بلمسه بيها بس، فهو بيحاول ان هو يعض اي شيء. وبعدين في حالات تانية هي ما تصورتش، لكن كانت هو بيعض اي حاجة حواليه بدون تركيز، يعني مش قاصد شيء معين، هو بيحاول ان هو يمسك في اي شيء. طبعا هنا المرض اصلا هو كان متملك من جسمه خالص، ولا هو بياكل ولا هو بيشرب، وزي ما احنا شايفين هزيل جدا، لكن طبعا عضته هتكون خطر قوي لو اصابت اي طفل صغير ممكن يحاول ان هو يقرب منه على اساس ان الكلب عادي، كلب صغير وممكن يلعب بيه، لان الكلب طبعا مرمي في الشارع. ف بعد ساعات بسيطه الكلب ده مات لوحده، يعني هو تقريبا كان المرض خلاص اتملك منه خالص فمات الكلب. لكن حاجه خطر وما ينفعش انها ابدا تتساب في الشارع حتى لو كان الكلب صغير. العضة بتاعت الكلب مصاب بمرض السعار ليها تأثيرها على الإنسان، وتأثيرها جامد جدا وممكن تؤدي لوفاته. فياريت يا جماعة اللي عنده كلب هو مصاب بمرض السعار أو الكلب ممكن يعض أي حد، مش حرام أبدا إنك تقتل الكلب ده. على فكرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قتل الكلب العقور اللي هو اللي بيعض ده مش حرام، يعني لأن هو هيضر الناس، فمش هيبقى عيب ابدا انك تموته. بالعكس لو موتته انت برضه هتاخد عليه حسنات لانك منعت ضرر عن الناس، فما ترمهوش في الشارع ان هو يضر اي حد طالما انت خايف على نفسك منه. حب لاخيك ما تحب لنفسك. الكلب طبعا كان باين عليه جدا اعراض مرض السعار، العينين الحمراء و البعد عن الاكل والميه وجسمه نحيف، ومجرد ما لمس الميه بس بقه بدا ان هو يحاول ان هو يعض، لكن ما فكرش ان هو يشرب او ان هو يحاول ياكل اي شيء عادي طبيعي زي اي كلب طبيعي. زي ما شفنا كده مع بعض حاله الكلب كانت عامله ازاي. طبعا مش هينفع ان انا اعلق اكتر من اللي انا قلته في الفيديو. يا رب نكون استفدنا في حلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.